وقعت بصراحة عملية أنا نعتبرها همجية. يدخل مواطن البير يخرب التابلو ويكمل على آلة الضخ زادة وقع سرقتها. هذا الشيء اللي نجر عليه انقطاع المياه على 147 عائلة. من حسن الحظ أنه عنا آلة الضخ على مستوى المندوبية. اليوم خرجت الكيب إن شاء الله سيتم إصلاح جميع الأعطاب ما تم الاتفاق عليه. البارح وقع اجتماع مع المواطنين اللي عبروا على امتعاضهم بصراحة وعلى وهذا نتفهموه. دنيا سخونة، ناس ما عندهاش ماء خمس أيام. تم استدعاء السيد رئيس المجمع، تم الاتفاق على تعزيز الحراسة، حراسة البير ثلاث عوان. تم زاد مشروع في تركيب كاميرات سيرفيونس في البير تخدم ديستانس معناها. كذلك على المستوى الأمني الأبحاث متواصلة للكشف عن الناس المتورطين في العملية هذه.